بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذه الآيات من سورة الحجرات فيها خطاب للمؤمنين بالتبين وعدم العجلة في الأخبار ونقل الأخبار وتصديقها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني يترتب على هذا الخبر أن أنتم تصيبوا قوما بجهالة، يعني تعتدوا عليهم، كما جاء في سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الرجال يأتيه بخبر قوم فناقل إليه خبرا غير صحيح كاد يترتب عليه حرب، فنزلت هذه الآية. ده في أدب للمؤمنين لابد أن يراعوه، خاصة في هذه الأيام مع كثرة الشائعات والكلمات التي تتناقل هنا وهناك، وخاصة مع وجود يعني ناس من الفسقة الإعلاميين الذين يريدون نشر الفتن وإذكائها، وفي ناس ما عندها دين ما تراعي مسألة الكلمة وأمانة الكلمة، فدي مسألة مهمة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما تبين لك بقى حقيقة الأمر وأن الموضوع خلاف ما قيل يندم الإنسان ولا تحين مندم، مش هينفع ساعتها ليه الندم. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام لو يطيعكم في كثير من الأمر ليه
لعنتم. يعني ايه عنتم؟ يعني عنتم، عنتم أصابكم العنت. العنت يعني المشقة والضراء والتعب. يعني أنتوا تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتاحوا. كتب لك لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يطيع الناس، لأن كثير من الناس ربما يهوي أشياء أن تخالف الشرع. ها؟ فلو رسول الله مشى مع أهواء الناس يصيب الناس إيه؟ عنت ومشقة. سبحان الله، يعني الإنسان لا يصاب بالمشقة والضرر إلا في البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أي مصيبة بسببها المعاصي والذنوب والبعد عن الله. الإنسان لما يكون في الطاعة بيرتاح وينشرح صدره، لأنه بيبقى قريب من ربه سبحانه وتعالى. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أصابكم المشقة والتعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. دي حتة جميلة قوي دي بقى، إن العبد محتاج إن هو يحب الإيمان، يحب الطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زين الإيمان في قلوبنا. فده دليل على إن أنت محتاج فعلا إن أنت تحب الإيمان. هي يعني إيه الإيمان؟ الإيمان إن هو قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل. فأنت محتاج تحب الإيمان، يعني تحب الدين كله، تحب كل حاجة تنسب إلى ربنا سبحانه وتعالى، تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محتاج تحب الإيمان. إزاي بقى تحب الإيمان؟ بمجاهدة النفس وبسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. عارف يعني يخلق؟ يعني يقدم ويتقطع. كتبلك فالإيمان بيضعف في قلب الإنسان بالأعمال الصالحة. تبص تلاقي الإيمان إيه؟ يزيد. يعني في رمضان إيمان العبد بيزيد مثلا عشان الصيام والقيام. لما يروح عمره برضه إيمانه يزيد، يحافظ على الصلاة في المسجد إيمانه يزيد، يبدأ يبعد بقى عن أماكن الطاعات إيمانه ينزل. فأنت محتاج تحب الإيمان، تحب الإيمان بالمواظبة عليه ومجاهدة النفس. النفس عاملة زي الطفل، ونفس الإنسان متمردة ما تسيبهاش. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حاجة جميلة دي، نعمة كبيرة إن ربنا يحبب إليك الإيمان ويزينه، وكمان يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. ده علامة فضل من ربنا، يبقى كده ربنا أراد بك الخير. وتعرف بقى لما الإنسان والعياذ بالله يبقى شقي وبعيد، يبقى العكس، يحب المعاصي، يحب الكفر، يحب الفسوق، يحب العصيان، ويكره إليه الإيمان. أو في ناس كده دلوقتي يقولك هيعملوا دولة إسلامية، النهار أبيض، يعني هيخلونا نصلوا، يعني مش هيبقى فيه خمور، يعني بيكرهوا الإيمان، مش يقولوا يا رب طب يا ريت. ها ده حتى إن بعض العصاة يعني تقولي منغمس في المعصية بس يقول لك يعني يا ريت الواحد يبعد عنه، ما بيحبهاش. خدت بالك؟ أو حاسس إن يعني إن هو غلطان ومخطئ. لكن في ناس والعياذ بالله بتحب الذنوب وتحب المعاصي، دي مصيبة. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. مهم جدا أن المسلم يكره الكفر، يكره الفسوق، يكره العصيان. ده علامة على محبته لله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان، فضلا من الله ونعمة. ده فضل من ربنا عليك. فأنت لما تلاقي نفسك ميالا للطاعة وميالا للخير تعمل إيه؟ تشكر نعم ربنا، تشكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ها؟ زي ذكرك بقول داود عليه السلام: يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى إيه؟ إلى شكر. يا رب أشكرك إزاي؟ يعني ربنا بما يحبب إليك الإيمان ويوفقك اللي أنت تصلي وتبقى من أهل الخير وأهل الصلاح ويبعدك عن الذنوب والمعاصي، ده فضل من الله، فضلا من الله ونعمة. أولئك هم الراشدون، اللي فيهم الصفات دول هم أهل الرشاد وأهل الفلاح. وبعدين الآيات التالية بتتكلم عن إيه؟ القتال بقى. لو حصل قتال بين المؤمنين نعمل إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حاربوا بعض، يتفرجوا عليهم؟ لو نسقفوا ضربوا بعض كمان؟ لا،
لازم على طول يتدخل أهل الإيمان فأصلحوا بينهما. تأخذ بالك الإصلاح ده يكون قائم على العدل، لازم إصلاح غير قائم على العدل يبقى إصلاح على فساد. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، كل واحد ياخد حقه، إن الله يحب المقسطين. بعدين تذكير اللي أنت لازم تتدخل ما تتفرجش، إنما المؤمنون إخوة. لازم تعرف القضية ديت إن في أخوة بين المؤمنين. فالآيات بتبين إن وجوب إن المسلم يتدخل الإصلاح بين إخوانه المسلمين. وبعدين بتتبين إن بغت إحداهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. بغت يعني تعدت، دخلنا نصلح بينهم في طائفة إيه؟ جارت وتعدت، نعمل إيه؟ نقف ضد هذه المعتدية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء يعني ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله يعني ترجع. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. يبقى شوف الأمر بالإصلاح في الأول والأمر بالإصلاح في الآخر. القتال ده فين؟ بعد الأمر بالإصلاح. فقتال المؤمنين بينهم من بعض لو حصل لا يخرجهم من الإيمان، وليه ضوابط شرعية، لأن الغرض من قتال المؤمنين ليس إذلالهم، ليس الإذلال وليس التعدي عليهم وقتلهم، وإنما الغرض كفهم عن الأذى. بخلاف ذا لما المسلمين يقتلوا الكفار الغرض الانتصار والغرض نشر الدين، أما دول مؤمنين. وإن شاء الله يبقى لنا استكمال في المسألة دي في مرة أخرى.